أولى محطاتنا الصباحية نور رح تكون لعالم بيتابعوا الصغار قبل الكبار من كل الدول العربية، عالم يلامس الواقع طرة وطرة أخرى، ينقلنا إلى عالم من المتعة والتسلية، عالم يصنع بحرفية عالية وبراعة في الأداء جعلته أقوى المنافسين على الشاشات العربية بشهر رمضان الكريم. والحديث بكل تأكيد عن الدراما السورية. أكيد زينب، نحن على أبواب الشهر الكريم، كان هناك وقفة استباقية في المركز الثقافي بأبو رمان ضمن سلسلة ملتقيات أماسي بعنوان قبل عرض الدراما 2017. للحديث عن تلك الأمسية معنا بالاستديو الناقد الإعلامي ملهم صالح. يسعد صباحك. يسعد صباحك. قبل ما نبلش حديثنا، كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بالملتقى. خلونا نشوف مع بعض أجواء الملتقى مع زميلتنا نيرمين عمار ونتابع حديثنا. برنامج أماسي الذي الآن نحن بصدده هو في دورته الخامسة، يتناول الغنائيات والدراما. في هذا العدد أي الدورة الخامسة سيتناول المنتج السوري الخاص والعام من الدراما السورية خلال عام 2017، وسيتعرض أيضا بشكل كامل للمسلسلات التلفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان الكريم. ضمن هالمعركة وضمن هالحرب والأحاسيس اللي كونتها هاي الأزمة، صرنا أكثر عمقا أكثر اهتماما. المفروض النص يوازي ويرتفع ليوصل لهذا الأحساس، أنه باقي أنه يتشجع المنتجين اللي ينتجوا بهاي الفترة وبهاي المرحلة. في تنافس كتير كبير، يعني هالسنة أنا شايف حوالي تقريبا 7 أو 8 أعمال حيكونوا من الدرجة الأولى، يعني حيكون في تنافس كتير كبير. بقية الأعمال ما فينا نحكم عليها بصراحة لنشوف، لأنه دائما في مقدمات هي بتحدد أنه هذا العمل ممكن ينافس ولا لا. أنا شايف أنه الدراما السورية بخير هالسنة إن شاء الله هتنافس، ولكن لسه لحد الآن ما تقرر مين الأعمال اللي بنشوفها برمضان وشو الأعمال اللي ما قدرت تتسوق لحتى نشوفها، ممكن تكون لبعض العرض الرمضاني. قدم لأي حدا يعني أنه يجي يشوف الدراما كيف بسوريا صناعة النجوم، من هاي النواحي كتير بتغني يعني، وخاصة في ندوات للشعر، في ندوات للمسرح، يعني كل هاي كتير منيحة. يعني نحن شارع الثقافي بسوريا كتير غني. يعني أهلا وسهلا فيك عن جديد ويسعد صباحك. خلينا نحكي أستاذ ملهم عن محتوى الأمسية اللي كانت. يسعد صباحكم وصباح مشاهدي الإخبارية السورية، فرصة أكثر من سعيدة أن أكون ضيفكم في هذا الصباح. بالنسبة لمضمون أو محتويات الأمسية، كانت هي النتاج الدرامي المعد لرمضان للعرض في رمضان 2017 والذي أنتجته شركات إنتاج فني مقر الأساسي في سوريا. كان هذا هو المعيار الأساسي الذي انطلقت يعني في أن أجمع هذه الأعمال والمسلسلات، وبالتالي كان هناك عرض بانورامي لبروميات أو مقاطع من هذه المسلسلات، ومن ثم لاحقا تم النقاش مع الحضور الكريم ومع الضيوف حول ما تم مشاهدته والتنبؤات كيف ستكون دراما رمضان 2017 لهذا العام. طيب خلينا نحكي عن النقاط الأساسية للنقاش، على شو تركزت؟ يعني تم عرض بروميات الأعمال الدرامية السورية لعام 2017، شو أهم النقاط اللي تناولتوها بهذا النقاش؟ تمام، النقاش كان هو مفتوح نور، وكان الحقيقة هو أن يعني تشعري المتلقي هو أنه بشكل أو بآخر هو مسؤول عما يطرح. الحقيقة في لفتة كتير يعني أخذت وقت طويل، هو أنه نحن برمضان 2017 على موعد مع مسلسل يناقش قضية هي النسخة السورية من ريا وسكينة في بيئة شامية. يعني الكاتب مروان قاووق تخيل أنه يمكن أن تكون ريا وسكينة في نسختها السورية، فكيف يمكن أن تكون حتى في البيئة الشامية؟ فتخيلي أنه هذا الموضوع أثار جدل كبير من وأخذ حصة كبيرة من النقاش الحقيقة،
يعني بين مجرد ذكر العمل من بدايته صار يمكن جدل كتير كبير بالوسط الفني بشكل واسع. تمام، هو العمل تحت عنوان أيضا وردة شامية، يعني أيضا العنوان مستفز أنه هل سنعتبر ريا وسكينة هم الوردة الشامية؟ وطبعا هناك من أخذ الحكم مسبقا، وهناك من أرجى، وهناك من قال يعني دعونا نشاهد المسلسل أولا لنفهم رؤية الكاتب والمخرج ومن ثم نحكم. بما أنه كنا عم نحكي عن أيضا الندوة اللي كانت، أكيد كان في مساحة كبيرة لشركات الإنتاج مثل ما حكينا تحت الهواء، وحكينا عن العوائق اللي يمكن ما قدرت عم تنتج هالكم الضخم مثل السنين القديمة، ولكن صار في نوعية يمكن أكثر بالمسلسلات السورية. فنحكي قدي كان في فعلا نقاش عن دور مؤسسات أو شركات الإنتاج والعوائق اللي فعلا ممكن أنه أنتوا تتناقشوا فيها حتى ترد الشركات السكر تفتح أو أنه تساهم طبعا بدعم الدراما السورية. إيه زينب، يعني النقاش كان الحقيقة غني جدا، وأنا شخصيا كان مدعو يعني شركات الإنتاج الفني كانت مدعوة للحضور وللمشاركة، وأساسا أنا حصلت على البروميات من الشركات الأم، يعني من الشركات الأساسية. لكن الحقيقة اكتشفت أثناء متابعتي أو دراستي لهذا الملف أنه يعني ذروة البورصة، بورصة الدراما، هي في هذه الأيام. تخيلي أنه للآن أو حتى أعتقد أن الساعات الأولى من رمضان ستشهد أنه هذا المسلسل سيعرض أم لا، هل تم تسويقه أم لا، هل أنهي إنتاجه أو لا. فكانت في النقاش كان هناك كثير من الأفكار المطروحة أنه لماذا الدراما السورية لم تذهب إلى موضوع كذا أو كذا أو كذا، وكان هناك من يدافع أنه أيضا الدراما السورية المنتج هو يعني معني بشكل أو بآخر بإعادة يعني ما أنفقه على العمل الدرامي، وهناك من حمل أيضا أنه يجب على القطاع العام أن يتحمل مسؤوليته في دعم الدراما، لأنه لا يمكن أن تكون البوصلة فقط هي الريعية بمعنى الدخل الأكبر، الموضوع الذي يعني يدخل لي دخلا أكبر أو مال أكثر أنا لازم ناقشه في الدراما السورية. بدليل مثلا أننا ناقشنا عمل باب الحارة في جزئه التاسع، وطبعا قلنا بأنه هذا العمل يمكن أغلب السوريين ضده، إلا أنه يعني هو الأكثر مشاهدة، ربما هو أكثر مشاهدة وأكثر دعم للدراما السورية في ظل الظروف اللي عم نعيشها. لما أنت تصور في العمل الدرامي اليوم ظن يمكن عندك 6-7 سنين من الحرب، في عندك أعمال ضخمة تقام على أرض سوريا، هي كمان نقطة كتير مهمة. بغض النظر أنه أنا مع العمل ولا ضد العمل، بس أنا نوعا ما عم أقول أنه دراما موجودة، يعني دراما سورية هي تشاركية إن كان بين الفنانين ولا المنتج ولا الشركة، هي تشاركية. مجرد أنك تعرض عمل بغض النظر عن النوعية، يعني أنت عم تصور اليوم بأرض سوريا، بعدين فيني أقول شو الإمكانيات اللي كانت موجودة. يعني كمان بدنا نوجه تحية لكل العاملين في قطاع الفن السوري رغم كل الظروف، يعني هن متواجدين وعم يحاربوا عم يقاتلوا على الأرض. فينا نقول يعني نور، أنت ببساطة اختصرتي المقولة النهائية أو الخلاصة للندوة. يجب علينا جميعا أن نشكر شركات الإنتاج الحالية المتواجدة في سوريا، والتي مقراتها في سوريا وما زالت تعمل وما زالت تنتج وما زالت حريصة على النوعية. الحقيقة أنا كما قلت هو بالنهاية باب الحارة هو منتج سوري، لكن هل يمثل السوريين؟ هذا السؤال حقيقة طرح. وبالتالي أيضا هناك من صنف باب الحارة على أنه فانتازيا شامية، بمعنى أنه ليس بالضرورة أن يشبه الواقع، لا يمثل بالشامية، إنها ربما هي فانتازيا. يعني يمكن هو احتكار أيضا لقناة معينة، فيمكن كمان هذا الشيء عم يساعد على انتشاره أكثر. طيب زينب، لنكون منطقيين، يعني مسلسل أنت برأيك الـMBC، شبكة الـMBC لا زالت تصر على الجزء التاسع ولا زالت تتعاقد، تخيلي هي بخطتها الاستراتيجية اليوم أنه بدأت تنتج جزء 12، واليوم هي تعاقدت مع شركة قبنض لمتابعة ما بعد الجزء التاسع، يعني إنتاج ما بعد الجزء التاسع. فبالتالي أنا أعتقد أن الوصلة هنا هو نسبة المشاهدة العليا، ودخولات الإعلان الإعلانية التي تدخل على هذه القناة، حتى يقال أنه باب الحارة من أكبر ما يحقق ريوع ريعية للـMBC، وبالتالي هي حريصة على إنتاجه هي يعني. تماما. هلأ نحن كسوريين بالتأكيد بهمنا أنه القطاع الدرامي سواء من نجوم أو من فنيين أو من معدات، كل أن تستثمر. القطاع الدرامي هو قطاع استثمار يعني غاية في الأهمية، لكن الحصار الذي يعني فرض على سوريا
على سواء التجاري أو الاقتصادي طال بالضرورة طال الدراما وأرخى بظلاله عليها تماما، وبالتالي كانت هنا العوائق. الآن الدراما السورية لم تستوعب هذه يعني لنقل هذا التغيير المفاجئ في السنوات الأزمة الأولى، لكن الآن أنا أبشر أنها في هذا الموسم سنلاحظ أنها استوعبت وتعلمت من الدرس الكثير وبدأت. والدليل أرقام الأعمال، يعني إنتاج الأعمال كل سنة بعد سنة عم تزيد إنتاجية الأعمال، وفي استمرارية، يعني في مواكبة للواقع الحالي اللي عم نعيشه بطريقة يمكن ابن البلد هو أكثر شخص ممكن يعبر عنه، لأنه هو قاعد بقلب البلد وعايش كل هاي التفاصيل عم نشوف. يعني عمل درامي في قذيفة بتنزل بتلاقيهم، يعني نحن عايشين ومكملين تكيفوا مع الوضع، يعني ضد الصعب تلاقيهم مكملين تصوير. ونحن استضفنا زينب بصباحنا غير أكثر من فنان، يعني كان يحكينا تفاصيل، فأكيد هذا إنجاز كتير كبير. أنا يعني هناك نجوم كثر الحقيقة تواصلت معهم لي يعني يزينوا أمسيتي ولنتناول معهم نقاط هامة جدا. كما قلت أنا كنت أحرص على أنه أن كما قلت في البداية نور أنه خطوة استباقية للمتلقي، يعني أنا ومن والمحيطين بي كنا عندما ندخل إلى رمضان أول أسبوع دائما أو أول 4-5 أيام كأن على رؤوسهم الطير، يعني بدك تستوعبي بس شو الأعمال الدرامية اللي صايرة وين عم تنعرضها. فهي الخطوة الاستباقية كانت الحقيقة هي تمهيد للمتلقي، لأنه ما هي الأعمال السورية التي ستعرض في رمضان، وبالتالي من الآن ينتقي أو يكون على شبه يعني يأخذ شبه قرار تمام أو قرار مبدئي في ما سيتابع، وبالتالي يعني كانت هذا. لكن ما أود الإشارة إليه أنه أغلب النجوم اعتذروا في الساعات الأخيرة لأنه لهلأ عم يصوروا، يعني هي أنا مع ما أكدتي أنه تكيفوا مع الواقع. يعني أنا مثلا في كاتب سوري حاولت أنه استضيفه، فتخيل الساعة 12 بالليل عم بحكي معه بس لأكد الموعد، عم يقول لي أنا بمطار دمشق عم نصور، بتمشى بشوارع دمشق ليلا أيضا الساعة 12 أو الساعة 11 بلاقي أيضا كاستينج العمل عم يصور بمحل من المحلات على أنه مكتبة، ولازال العمل. تخيلي لازال هناك أعمال لم تدخل حتى المرحلة الفنية، يعني لازالوا في التصوير، وبالتالي هذه الأعمال يعني لم يتم البت حتى ساعته أنه هل ستعرض، هل ستحظى بفرصة عرض أم ستؤجل إلى رمضان التالي. وهذه الخطوة تحديدا أنا أعتبرها خطوة إنجاز للدراما السورية، أي أن المنتج بات الآن يستمهل أنه إذا الظرف مو مناسب معلش أنا ما بزت عملي ما بعرضه، معلش خليني أجده للسنة الجاي. وهذه الخطوة يمكن أن أضرب عليها مثالا المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، أنتجت العام الماضي مسلسل لست جارية وهو صحيح. مسلسل هام جدا سيعرض هلا سيعرض طبعا في رمضان، لم يكتب له فرصة تسويق أو فرصة عرض جيدة أو مناسبة ملائمة في رمضان 2016، فاتخذوا قرار أنه يأجلوه. استاذ ملهم، لك أنا بما انك على اطلاع يمكن ببعض الاعمال التلفزيونيه، تنصح مشاهدينا على الاعمال المميزه رح تكون؟ الحقيقه انا شخصيا بدي يعني اعمال البيئه الشاميه هي الطاغيه ولا اعمال الواقع اللي عم تصور ما يحدث في سوريا، شو بتقول، شو بتخبر مشاهدينا تسليط ضوء؟ يعني طيب اسمح لي بس اعمل مقدمه زينب عن هالموضوع، يعني رغم انه مثلا ممكن انت تخافي كمنتج انك تنتجي بيئة شامية بعد الضجة اللي صارت او اللي عم تصير حول باب الحارة والاستفزاز اللي عم يصير حول باب، لكن الحقيقة هناك شركات انتاج لم تنتج هذا العام او لم تطرح للعرض الا بيئة شامية. صح. على سبيل المثال منهم جولدن لاين، لديهم اليوم مسلسل مطروح خاتون 2 هو عن بيئة شامية طبعا جزء الثاني، ولديهم أيضا كما قلنا وردة شامية. فأيضا ولاحظي العناوين أيضا حتى بعناوين المسلسلات هناك مفردة شام أو شامية أو شامي، فأيضا إذا الشام أعتقد أنها باتت يعني براند أو ماركة يعني قابلة للتسويق السريع ومحببة منذ الصغر. نحن ربينا على الأعمال الدرامية البيئة الشامية، فبغض النظر عن هاي التفاصيل نور محببة لنا تمام، بس يعني هلأ من الجميل أنها أيضا محببة للشركات أو للقنوات الفضائية تماما، لأنه محببة للناس. خلينا نحكي بالختام، يمكن هاي السنة والسنة السابقة ودعنا يمكن كبار من نجوم تمام. الدراما السورية نعم. شيوخ الكار نعم. كيف فينا نقول أنه مكمل الدراما مع وداع هدول الشخصيات الهامة عمالقة تمام. الرحمة يعني لجميع من فقدناهم،
الكبير العملاق فنان الشعب رفيق سبيعي والست شيخ كاري بيئة الشامية. نعم نعم، والست فاطمة عفوا نجاح حفيظ، والست أيضا هالة حسني، واعذروني إذا نسيت يعني حدا الله يرحمهم جميعا. لكن الدراما السورية نور ولادة كما سوريا، الدراما السورية تعتبر في الدراما العربية الدراما الأكثر في عرض الوجوه الجديدة. رفد القطاع الدرامي بنجوم أو بوافدين جدد، سواء من خريجين المعهد أو من الموهوبين نجوم أو من شباب عن نتفاجأ فيه تماما. والحقيقة أيضا هم على مستوى عالي. دراما رمضان 2017 أنا أعتقد أنها تجاوزت عتبة السنوات الماضية. الكاتب الدرامي السوري الآن استوعب ما حدث وبات يعني يبتعد عن التعبير المباشر وبات يدخل إلى التعبير الفني. هذه قفزة أيضا. الدراما السورية لم تتنازل عن الشرط الفني في التقنيات، في اللغة البصرية، في المونتاج، في الإضاءة، في الصوت، في الحقيقة يعني هناك ميزات جدا أنا في يعني أعد بها المشاهدين في رمضان 2017. ويعني فيما آخر من ذو قليل السؤال إنه ماذا أنصح، حقيقة الأعمال هامة جدا، المواضيع في هناك البيئة الشامية، هناك الاجتماعي، هناك الكوميدي أيضا لم يغب، أيضا هناك برنامج المقالب، هناك برنامج معدل المقالب، هناك أيضا بعد صوفي بات يدخل في المسلسلات، بمعنى أن الخلاص في الحب، يعني تخيلي في مسلسل يعود بدمشق إلى عام 1734 ليرصد دمشق في تلك الآونة ويسقطها على الراهن، أي بمعنى أن الراهن يشبه تلك الآونة الواقع، ولكن بعام 1734 استطاعوا أن يتجاوزوا تلك الأزمة وكان خلاصهم الحب، أي بمعنى أنه الكاتب هنا يدعو أيضا إلى الخلاص عن طريق الحب والمحبة والسلام إن شاء الله. أكيد يعني بتوعدنا بسنة 2017 رمضان 2017 بأعمال سورية مميزة ومتنوعة بترضي جميع الأذواق لطبعا الشارع السوري. أنا ونور أكيد لح نحضر ونستضيفك أكيد لحتى نحكي عن الأعمال بنهاية شهر رمضان. أنا بدي أشكر وجودك معنا، شكرا كثير. وأنا بدي أتشكر الإخبارية السورية لحقيقة هي التي واكبت أماسي يعني منذ بدايتها، وكان أكثر من تقرير للأخبارية السورية أيضا عرضوا عن أماسي. أماسي هي يعني الفعالية التي تتبناها وزارة الثقافة، مديرية ثقافة دمشق. شكرا لكم وشكرا لمشاهديكم. أكيد كاميرا الأخبارية السورية متابعة بكل التفاصيل جميع الندوات والنشاطات الثقافية. الناقد الإعلامي ملهم صالح، شكرا لوجودك معنا، وأكيد نوجه تحية لكل الفنانين السوريين. الدراما السورية عم تفرض وجودها على الخارطة الدراما العربية رغم كل الظروف، فشكرا كثير لك.